نبدأ نعطي المجال للدكتور سمير قنطاوي لإعطائنا فكرة عن تحول الطاقة من منظور التغيرات المناخية والتوصيات في هذا الشأن. دكتور سمير تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى بشكر المنظمين على الدعوة الكريمة. يعني أنا عارف إن الوقت محدود، فأنا هحاول إن أنا يعني أتكلم في عجالة علشان ندي فرصة لبقية الزملاء يتحدثوا، عشان عايزين برضو نستزيد ونتعلم منهم. يعني أنا لما دعيت لهذا الحدث الهام الحقيقة يعني فكرت هقول إيه. يعني فأنا منظور الـ Energy Transition بالنسبة لي، يعني أنا هتكلم من منظور التغيرات المناخية. زي ما الدكتور سمير أشار، طبعاً إحنا مصر انبعاثاتنا لا تتعدى 0.6-0.7، يعني بعد التحديث اللي احنا بنعمله في البلاغ الرابع، ممكن نوصل 0.7 مثلا بالكتير يعني. فبالتالي انبعاثاتنا يعني حاجه محدوده جدا. لكن ودايما بنتكلم عن التغيرات المناخيه vulnerability وadaptation والحاجات دي مهمه جدا. لكن الحقيقه في منظور اخر، ان التغيرات المناخيه فيها opportunities. يعني احنا في 2005-2006 كان في حاجه اسمها آلية التنميه النظيفه، اللي هي كلين ديفلوبمنت ميكانيزم، احد آليات كيوتو بروتوكول. والحقيقه دي كانت بيقول عليها وين وين ميكانيزم، كان كل الناس بتستفيد بيها. يعني اللي ما يعرفش من حضراتكم آلية التنميه النظيفه باختصار، هو بيجي مستثمر اجنبي يعمل مشروع عندي بيؤدي الى خفض الانبعاثات، بيتم توثيق هذه الانبعاثات في شكل كاربون كريدتس، ويتم تداول الكاربون كريدتس دي. كان كل الناس المستثمرين بيسالونا، يعني الاول كانوا في خوف من الموضوع لغايه ما ابتدى العجله تمشي شويه وابتدينا بمشروع بوئير للاسمده، كان 1.8 مليون طن CO2 equivalent، وكان مستثمر نمساوي، وكان الموضوع فيري بروفيتابل وحاجه جميله جدا. وابتدى بقى الناس تسالنا بقى الموضوع ده بيمشي ازاي، عايزين نشتغل في القصه دي. للاسف الشديد 2012 كانت نهايه الفتره الاولى من كيوتو بروتوكول كوميتمنت بيريود، وكان من 13 ل 20 كانت الفتره الثانيه. فالدول الصناعيه قالوا احنا مش هنشتري كاربون كريدتس ثاني خلاص، فالاوف سيتنج العمليه وقفت. فابتدى الديماند الطلب على الشهادات يقل، فابتدى السعر ينزل. بعد ما كان وصل 30 يورو للطن وصل لغايه دلوقتي 0.50 حاجه كده، يعني نص سنت حاجه كده، مش مغطيه تكاليف الدراسات. يعني في ارتكل اسمها ارتكل 6 تحت باريس اجريمنت هتحكم الموضوع ده مستقبلا. فانا شايف ان البيلرز اللي اشار اليها الدكتور سمير في الانرجي ترانزيشن كلها كده بلا استثناء بتهدف بتؤدي الى خفض الانبعاثات. احنا عملنا الاستراتيجيه الوطنيه للتغيرات المناخيه اللي هي مصر 2050. حضرتك اشرت لاستراتيجيه 2030. استراتيجيه 2050 دي مبنيه عليه. احنا عملناها ليه استراتيجية كلايمت تشينج؟ لان ما كانش في اوفيشال دوكيمنت بيتكلم على موضوع التغيرات المناخيه ميتيجيشن وادابتيشن. كان عندنا استراتيجيه 2011 بتاعت الادابتيشن، كان عاملها مجلس دعم واتخاذ القرار زمان قوي، ودلوقتي بنعمل الكلايمت تشينج ادابتيشن ورك بلان، خطه العمل الوطني للتكيف مع التغيرات المناخيه. فكان لازم نعمل استراتيجيه بتحكم موضوع التغيرات المناخيه من منظور من التخفيف وتكيف وتمويل وجفرنس وبحث علمي كل النواحي. فعملناها الاستراتيجيه دي فيها خمس اهداف اساسيه. الهدف الاولاني منها بيتكلم عن تحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات. هي دي النقطه اللي احنا هنرتكز عليها فيما يخص الانرجي ترانزيشن. الانرجي ترانزيشن في كل مجالاته بيؤدي الى خفض الانبعاثات. احنا بقى دورنا ازاي نستفيد من الكلام ده. طبعا ازاي هاو تو دو ذات، ده بقى شغل حضراتكم، يعني حضراتكم متخصصين في هذا المجال اكتر مننا. لكن احنا بقى بنترجم الكلام ده ازاي، نستفيد بيه ازاي. هستفيد منه لان انا دلوقتي في باريس اجريمنت، انا مطلوب مني كل خمس سنين اقدم حاجه اسمها ناشونالي ديتيرمين كونتريبيوشن ريبورت. ده تقرير التزام وطني بتقدمه كل الدول. التقرير الاولاني احنا عملناه في 2015، وشرفت برضه ان انا كنت بشرف على المشروع اللي عمله برضه. بعد ما عملنا التقرير كوانتيتيف اناليسيس وعرضناه، الرؤيه ان لا مش هنقدم تقرير كوانتيتيف، احنا هنقدم تقرير كواليتيتيف، تقرير وصفي وليس تقرير كامل. ليه؟ دي ناحيه تفاوضيه تحترم من وزاره الخارجيه، وقالوا لا احنا الموضوع ده لغايه ما نشوف الدنيا هتمشي ازاي. وكان عندهم حق الحقيقه، يعني انا اشهد لهم ان كان عندهم حق. فعملنا تقرير وصفي.
السنة دي قدمنا التقرير بتاعنا التحديث في شهر 7/2022 وتقدم لليو ان اف تريبل سي. حطينا فيه ارقام كمية والتقرير منشور. قطاع البترول من واحد من ثلاث قطاعات ملتزم بخفض انبعاثاته. بس الخفض ده كونديشند، يعني لو مفيش تمويل مش هنخفض. جالنا بعض النقد على التقرير، لكن هو كومبيرد بالتقرير الاولاني احسن منه بكتير. عندنا تارجت لخفض الانبعاثات من قطاع الباور جنريشن والبترول، والثالث النقل. قطاع الصناعه لم يدرك، قطاع الزراعه لم يدرك، قطاع السياحه لم يدرك، لكن ادرك بعض البوليسيز اللي هي تؤدي لخفض الانبعاثات على غرار التقرير الاولاني، كانت مجموعه من السياسات والاجراءات. يعني اللي انا عايز اقوله ان احنا في الموضوع الانرجي ترانزيشن از ماتشنج ويز ايجيبت كلايمت تشينج استراتيجي، واحنا عاوزين نستفيد من الكلام دوت من الناحيه البيئيه، من ناحيه نترجم الكلام دوت لفوائد بيئيه هتبقى في اطار الميتيجيشن اللي هو خفض الانبعاثات. خفض الانبعاثات ده بعد كده احنا محتاجين ان احنا نشوف هنستفيد بيه ازاي. احنا في سنه 2019 عملنا لوزاره البيئه دراسه اسمها كاربون ماركت ريدنس، اللي هو جاهزية السوق المصري للعمل بسوق كربون، وكان معانا البورصة المصرية، وكان معانا مجموعة من طبعا الوزارات كلها شاركت، أو معظم الوزارات شاركوا في هذه الدراسة. الدراسة دي كانت دراسة، أول دراسة تتعمل من نوعها تقريبا يعني في مصر. كانت حاجات يعني بريليمينري، يعني حاجات بدائية. كان في تشالنج في تجميع البيانات، لكن حققنا، خدنا خطوة. يمكن أن يبنى على هذه الخطوة، وأنا عارف معلوماتي من هذا المجال، ان خلال الفترة اللي جاية هيكون في ترتيب لانشاء زي سوق للكربون في مصر، سوق وطني للكربون في مصر، واحنا وي ماست هاف السوق ده. البورصة المصرية موجودة وعندها الجاهزية انها تشتغل في هذا المجال. عندنا شركات وجهات بتحقق مشاريع او بتنفذ مشاريع بتحقق خفض انبعاثات. عندنا ريجوليتوري زي وزاره البيئه يمكن ان يوثق هذا الخفض في الانبعاثات. نفس السكيل العالمي اللي بيتم في موضوع الكربون كريدتس هنعمله على سكيل وطني. فعندنا كل عناصر المنظومه موجوده. ينقصني ان انا يكون عندي قانون يحكم هذه الموضوع. ما عنديش قانون للتغيرات المناخيه في مصر. ما عنديش حاجه تقول ان ميشن كاب على الصناعات. طبعا زمايلنا بتوع الصناعه لو سمعوا الكلام ده هيزعلوا مني جدا. يعني طبعا لما والبترول، بس الدكتور سمير قال البترول مظلوم في الانبعاثات. الموضوع ده بيفكرني بالقصه بتاعت الدول الخليجيه اللي بتطلع بترول وتصدره بره، وبعد كده العالم كله بيتهمهم ان هم المتسببين في المشكله اللي احنا فيها. ف النقطه ان ما عنديش قانون زي ما قلت للتغيرات المناخيه. هل احنا محتاجين قانون للتغيرات المناخيه عشان نحط ايميشن كاب على الصناعات؟ واللي ما يقدرش يتارجت يوفي التزامه بالانبعاثات يقدر يشتري من السوق يعمل اوف سيتنج، ولا الموضوع مش محتاج قانون؟ ولو عملت قانون هيبقى القانون دوت معرقل للصناعه، واحنا داخلين على قصه الصناعه وشفنا من كام يوم وامبارح لسه كان موضوع الاستثمار والصناعه ده، مش عايزين نعمل حاجه اجينست. فموضوع الحوار المجتمعي زي ما حضرتك قلت حاجه مهمه جدا خلال الفتره اللي جايه. انا هكتفي بهذا القدر واشكر حضراتكم جدا على حسن الاستماع. شكرا جزيلا دكتور سمير، ونشكرك على إثارة بعض التحديات اللي تواجه عملية تحول الطاقة عالميا، والهدف من إثارة مثل هذه التحديات الاستماع إلى آراء المختصين وما يمكن الوصول إليه من توصيات لرفعها لصناع القرار، سواء كان فيما يخص إنشاء سوق للكربون أو متى هل آن الأوان لفرض أو وضع سعر للكربون في جمهورية مصر العربية، من أحد التحديات مع أو ضد من ضمن الأمور التي تناقش للوصول إلى توصيات يمكن لصانع القرار اتخاذ القرار الأمثل في هذا الشأن. هنتقل سريعا إلى دكتور صلاح. تفضل يا فندم. لما بدأت أشتغل أطلع في أي حاجة نسميك إيه؟ أقول لهم مفيش غير مستر أو دكتور، أنا مستر جيولوجي، مفيش جيولوجي، بدأوا يسموني جيولوجي. وانا مش جيولوجي، انا بعتذر ان انا جيوفيزيست يعني. فبعد كده اطلع اقول لهم قولوا لي الاستاذ صلاح حافظ، يقول لي لا ما يصحش. فتحولت الى دكتور
بس انا بقى صدقت ان انا بقيت ما بقدرش اتخلص من الكلمه دي واصبحت انا دكتور. ماشي عليك اكتر. الموضوع ما تعلمته في خبرتي الطويله في مجال البترول والبيئه، وانا الحقيقه مسكت نائب رئيس هيئه البترول وعضو مجلس اداره في سن يعني كنت اصغر نائب، كان عندي 42 سنه، وتفوضت على مستوى عالي جدا مع اكبر شركات في العالم عن البترول. احنا في قطاع البترول بنقول الابستريمر هو الجوكر بتاع البترول، هو اللي بيدور على البترول وبيلاقيه. علمتني الحياه والمفاوضات ان الميد ستريم، انا كنت بحضر طبعا كعضو جمعيات عامه لكل شركات القطاع العام، كنت احضر اي ديفلوبت انترست في الميد ستريم. النهارده كل اللي بيحصل في الانرجي ترانزيشن في العالم بيتكلم عن الميد ستريم، انا اقدر انتج الهيدروجين الاخضر. انما حصل في السنه اللي فاتت او السنه اللي قبليها سعر البترول وصل للي اشترى الفيوتشر ان هو يدفع فلوس عشان يتخلص من البترول، لانه مفيش في الداون ستريم مفيش ماركت ولا التخزين. انا بتكلم على النقل والتخزين والى حد كبير الداون ستريم اللي هو البيع. المشكله بتاعتي في ادخال بند الغاز ان مفيش بورصه للغاز، فكان تسعير الغاز. اول تسعير للغاز كان على اساس القيمه الحراريه في المكافئ بتاعه في من المازوت. بعد دي وقعنا كام اتفاقيه، وبعدين الناس بداوا يتذمروا وقالوا لا مش كفايه لان التكلفه بتزيد. حطينا مع القيمه الحراريه للبترول الجلف السويس ميكس، وبعدين تحولنا الى البرنت. ووصلنا في وقت من الاوقات اللي حصل ان احنا كنا مصدرين واصبحنا مستوردين، علشان الرقم ده ما كانش كفايه لان كان لازم يزيد الرقم. فدلوقتي سعر البترول سعر الغاز بيستخدم على اساس الانترنال ريت اوف ريتيرن اللي هتطلعه الشركه، وفي مينيموم تحتيها الديفولت بتاعها انه لو ما كانش هيطلع يبقى مش كوميرشال ديسكفري. فدي في الميد ستريم او في الحته الداون ستريم. النهارده اللي بيحصل في العالم كله في الميد ستريم، كل الجيوبوليتكس في الميد ستريم. في النورث ستريم 1 و 2 والتفجيرات بتاعتها عشان في الميد ستريم. التخزين الغاز ما بيتخزنش الا في هنري هاب في امريكا، عندهم تخزين مهم جدا في اما في الكافرنز السولت كافرنز يا اما في الديبليتد اويل فيلدز. احنا عندنا في مصر الميد ستريم يعني بنتكلم دايما على الانتاج وعلى الاستهلاك الاخراني. الهيدروجين ده عباره عن كارير، الهيدروجين كارير وليس فيول، لان يعني الشمس الانرجي اللي بتجينا من الشمس هي النيتروجين والنظائر بتاعته، بحيث ان هي بتطلع فيها انرجي. الهيدروجين ما بيتواجدش في حاله يعني حاله منفصله كده في الهواء زي الاكسجين. فلما بنعمل الالكتروليسيس بنفس النيتروجين الاكسجين بيطلع وبنعمل كابتشرنج بنقدر نخزنه. فدي حلت مشكله كبيره جدا للرينيوبل انرجي. وانا طول عمري كنت عضو مجلس اداره في هيئه الطاقه الجديده المتجدده زمان ايام وبرضو المفاوضات بتاعتي في البند الغاز الطبيعي مع كبرى الشركات كانوا بيتكلموا عن داون ستريم ال ان جي هنقدر نصدر ولا لا، ولو ما فيش لوكال في تخزين ما فيش تخزين الحاجات دي كلها. فالترانزيشن يبقى لازم ندرس الميد ستريم اهم من الحاجات التانيه كلها. الاب ستريم معروف صحيح عندنا مشكله ميه، واحنا عشان نطلع هيدروجين لتر ما سمعت لتر هيدروجين من الميه لازم تبقى نستعمل 9 كيلو 1 كيلو 9 كيلو
ميه، الميه دي لازم تبقى نقيه، لان الالكتروليسيس لما نعملها بتبوظ الكاثود والانود اذا كانت ميه مالحه. فلازم الانرجي نستعمل انرجي اكتر. دي كل دي مشاكل. انما يعني بيحضرني اعلان في شركه شيل زمان قال لك say no to no and be negative to negativity. يعني الواحد لما حاجه جديده ما اقولش لا اب فرونت، لازم ان انا ادرسها وكل حاجه could be ironed out بصوره او اخرى لغايه ما يوصل الى ان هو ده كوميرشال او اذا كان not quite commercial، فبيؤدي نقدر نحسب الفرق في الانخفاض. الانخفاض في اوكي. النهارده الترند بالنسبه للكربون في جلاسكو قالوا عايزين، هو دلوقتي حجمه مليار، عايزين انه يوصل من 150 ل 200 مليار دولار الحجم. فيعملوا اليات علشان دي، فدي نقطه مهمه قوي ذكرت ودي راجعه. في النهايه بنتكلم على نت زيرو. النت زيرو انك انت في انبعاثات بتطلع، انما لازم السينكس والريموفل اوف الكربون دايوكسيد لازم ان هو ينزل بحيث تو ستيبلايز. عايزين نوصل لدرجه 1.5 درجه مئويه لما العالم كله نوصل لزيرو زيرو نت زيرو مش زيرو ايميشن نت زيرو ايميشن نت زيرو. التكنولوجيا اللي بيسحب الغابات البحار عشان الفوتوسينثيسيس بتاع الالجي والحاجات دي في البحار والتربه. التربه بتاخد اذا كانت تربه صالحه، فالتربه لما تتكلم هي دلوقتي بتدمر التربه بالمبيدات وبتدمر التربه فالانتاجيه بتاعتها بتقل وقدرتها على بص. فدي بقى الادابتيشن اللي العالم بيتكلم عايزين 100 مليار صندوق 100 مليار، ودلوقتي بنعمل صندوق جديد للمخاطر، المخاطر الجوع والحاجات اللي هي السكندري للمشكله الاساسيه. انما الصندوق ده البلتش بتاعهم كان 100 مليار في باريس، ما وصلش الى كام 10 عشان نلاقي ميه لس سلاين عن اللي بتاخد انرجي كبيره، ودي برضو نقدر نحل بيها مشكله تانية لو سحبناها بالرينيوبل انرجي. وعندي مشروع في هذا المجال. والحاجه الثانيه البرايس الفلوس سوري الفاينانس. الفاينانس ده مشكله كبيره جدا، وده الحاجات اللي ما عملنا ريكومنديشن لوزاره البيئه على اساس انها تصار يعني بصوره على راوند تيبل ديسكشنز وامور اخرى كثيره. شكرا. الذي يسمى على انه اهم مسارات تحول الطاقه عالميا وهو الانرجي افشنسي. وفي هذا الاطار المهندس احمد عبد ربه استشاري البيئة في وزارة البترول باستعراض جهود قطاع البترول الفترة السابقة وحاليا والخطط المستقبلية في هذا الإطار وما أنجزته مصر في هذا المسار الهام جدا في تحول الطاقة. باشمهندس أحمد عبد الربه لما نبص على قطاع البترول في مصر بيستهلك تقريبا أو سوري بينتج تقريبا 8% من انبعاثات مصر. دكتور سمير اكد لي لو الكلام ده فيه، لان احنا يعني لما بنعمل الميشن انفنتوري بالاي بي سي سي بنقول قطاع الطاقه بينتج او بيطلع انبعاثات حاجه ب 60% او حاجه 70%. لكن لما بنبص على قطاع البترول المصري استهلاكه، ودي البيانات اللي لما بنعمل انرجي بالانس بتبقى واضحه معانا، بتلاقي الصناعه بتطلع 30-40%، الكهرباء 30-40%. فهو الحاجات دي قطاع البترول عالميا متهم عشان هو بيطلع الكلام دوت، بيستخدم بعد كده في الصناعه بيطلع. معلش ايوه بيطلع بترول بيستهلك كم بترول وغاز، هو ده مش بيتحسب غاز بس، يعني دي مشكله. فالنقل اللي بيطلعها ايوه
لكن في الاخر الاستخدام النهائي في الصناعه، الاستخدام النهائي في الكهرباء، الاستخدام النهائي في النقل، مش استهلاكنا يعني مش استهلاك قطاع البترول في انشطته في الاستخراج والتحويل وحتى النقل والمنتج النهائي، استهلاكنا او استهلاك الطاقه بينتج عنه انبعاثات حوالي 8%. الحاجه الثانيه اللي هقولها قبل برضه وبعدين، قطاع البترول بيعمل ايه؟ سوق الكربون. انا مع انترناشونال ميكانيزم، يجي حد من بره او احنا ننفذ وبعدين نبيع لبره الاميشن وناخد ريفينيو. لكن لو عملنا سوق كربون في مصر يبقى في صناعه معينه التكلفه بتاعتها هتزيد، المنتج ده هيتباع في سوق المحلي. مين اللي هيدفع تكلفه الزياده في سعر الكربون ده؟ المستهلك المحلي. انا مع ان اي حد بيصدر يشوف السوق بتاعه بيطلب منه ان في كربون ليميت معين، يروح بقى يعمل انرجي افيشنسي، يشتري رينيوبل، يقلل الانبعاثات بتاعته. لكن ان انت تعمل سوق محلي في مصر وانت مش ملزم دوليا، يبقى انت بتزود تعمل انكريمنتال كوست على بعض الصناعات في الاخر هتتباع في مصر. فهي زي ما انا بقول مثلا في قطاع البترول لما بيتكلم على اي 9000 و14000 و50000 ومش عارف ايه، الكلام ده سيستم حلو تنفذه من غير سيرتيفيكيشن بتكلفه قليله لو انت مش ملزم ان انت تعمل الكلام ده. لكن انت عندك بارتنر دولي يبقى لازم عشان تخلي البوتنشال بتاعك انك تتعاون دوليا انك تصدر خد كل ما هو ايزو. لكن مش لازم تاخد سيرتيفيكيشن وانت مش مطلوب، لكن ممكن تاخد السيستم وتنفذه يبقى التكلفه بتاعته قليله وبتاخد الفايده بتاعت السيستم وما بتدفعش تكاليف زياده. دول النقطتين اللي قبل قطاع البترول. قطاع البترول بقى من 2015 اتفضلي. في النقطه الثانيه اللي حضرتك بتذكرها التصدير، في نقطه في اضافتين. في اول السيرتيفيكت اوف اوريجن ان البرودكت ده جرين. اوكي اول شهاده دوليه ممكن يحصل عليها السيرتيفيكت اوف اوريجن للي بيصدر او للي بيبيع محلي، بس هو طبعا البنفيت هيجي للي بيصدر. النقطه الثانيه الكربون بوردر ادجستمنت ميكانيزم اللي حاطه الاتحاد الاوروبي وهينتشر عالميا، انه المنتجات مش لازم تكون الاويل برودكتس، اي منتج مصنع حتى المنتجات الزراعيه التصدير الزراعي يعني الفواكه والخضروات وهو الاخر بتصدر لاوروبا، عايز يشوف اللايف سايكل بتاعتها والكربون ايميشنز على اللايف سايكل دي كلها، ولو ما كانتش مطابقه للريكويرمنتس بتاعه الاتحاد الاوروبي مش هتدخل. فبالتالي يعني انا مش بقول لا نخليه لوكال لا نخليه انترناشونال، بس بقول ان في حل، في بعض الحلول، في سيرتيفيكت اوف اوريجينز ومصر هتبدا تصدرها، جهاز تنظيم الكهرباء هينتج السيرتيفيكت اوف اوريجين للرينيوبل انرجي، وان شاء الله جهاز تنظيم الغاز هينتج بالنسبه للهيدروجين. هتنتج هتستخدم محليا و30 هيتصدروا، يبقى في فرصه ان بعض الصناعات تشتغل بالتكنولوجيا القديمه بس تحسن كفاءه الطاقه تعمل وات ايفر، بس ما كلفش الصناعه النهارده حاجه هي مش ملزمه بيها. ومعلش يعني احنا لما نبص على التاريخ بقى وكده الدول الصناعيه هي المتسببه، والمبادئ بتاعه اتفاقيه تغير المناخ وكده بتقول مبادئ واضحه قوي، الهيستوريكال ريسبونسبيلتي بتاعه الاميشن، الكومن وود ديفرنشيتد ريسبونسبيلتي اكوردنج للكابابيلتيز بتاعه الدول. فالكلام ده الاتفاقيه نفسها بيدينا الحق، لان في معلش كوتا كده للانبعاثات، المفروض الكوتا دي تتحسب دوليا بالتاريخ، مش مفروض يعني، بس طبعا كل الكلام ده بقى صعب قوي في المفاوضات دلوقتي، بس على الاقل ما نبداش احنا نقول سوق كربون وسعر الكربون وكده ونحمل الصناعه بتاعتنا. لكن الصناعات اللي هتصدر وهتبقى عليها يعني كومبيتيتيف ايدج في الحته دي ممكن يعني، ده رايي على الاقل ممكن لغايه سنه 30 لغايه 35، لكن
لو بعد كده هيبقى ترند عالمي وكل الدول عندها الكلام ده واي نوت. من 2015 قطاع البترول كان يعني تقريبا ما عندوش اي انشطه لكفاءه الطاقه، واتكلفت بالموضوع دوت من 2015. فبدانا في 2016 عملنا برنامج لتحديث قطاع البترول، كان فيه بروجرام منهم لكفاءه الطاقه، حطينا 7 اهداف رئيسيه. ما كانش فيه بيانات خالص لسلكات الطاقه في الشركات، ما كانش فيه اشخاص مسؤولين عن كفاءه الطاقه، ما كانش فيه برامج تدريب لكفاءه الطاقه، ما كانش فيه اي اجراءات لتحسين كفاءه الطاقه في القطاع. فلقينا الحاجات دي بنقول عليها ايه كده كويك وين، ولازم نبدا بيها الاول. فبدانا نعمل تدريب، بدانا نجمع بنات طاقه، عملنا ادارات لكفاءه الطاقه ولجان في كل الشركات، بقى في لجنه عليا برئاسه وكيل اول وزاره البترول وعضويه رؤساء الهيئه والقوارض، وبقى في اهتمام بموضوعات كفاءه الطاقه. النهارده تقريبا كل سنه بنعمل سيفنج حوالي 850 مليون جنيه من اللوكوس نوكوس من غير استثمارات، هي مانجمنت وبعض الصيانات والكلام ده وكل الحاجات ديت، عشان في ستاف في الشركات وكده، كل الحاجات دي ويل دوكيومنتد. يعني الشركه بتقول لي انا عملت الاجراء الفلاني وغيرت في كذا كذا، والبارامترز اللي هي بتاثر في كفاءه الطاقه غيرت كذا والسيفنج كذا. الكلام دوت بقى حاجه انهيرنت في معظم الشركات، مش بقول في كل الشركات لان برضه ما ياخد وقت، لكن في كل الشركات. النهارده مع بنك الامارات الاوروبي وكده قدرنا ناخد قرضين 450 مليون دولار في شركتين، الشركتين دول بينفذوا مشروعات لكفاءه الطاقه حوالي، طبعا احنا بنعمل كفاءه الطاقه وابجريد بقى لكل ما هو قديم. يعني مثلا مصنع معمل تكرير السويس اللي تصنع البترول ده مثلا ممكن يكون من 1560 ولا 1960 حاجات قديمه جدا، فكنا بنعمل له ريهابيتيشن كام؟ مليار و450 مليون دولار، يعني هو واخدين من البنك 450، الاستثمارات دي كلها مليار و450. فبقى في استثمارات هاي كابيتال انفستمنت بروجكت لكفاءه الطاقه. النهارده عملنا انرجي افشنسي بوليسي بقت معتمده بتتنفذ في كل الشركات داخليا، والكلام دوت لازم ننشر اي حاجه، ان بقى في انرجي افشنسي تارجت لكل الشركات بيلتزموا يبعت لي الاجراءات اللي هينفذها عشان يحقق التارجت ده. الكلام دوت اتفضل يا نقطتين صغيرين بالنسبه للانرجي افشنسي. حضرتك بتقول الشركات لها سيستم او لها نظام to become more energy efficient. في ثلاث حاجات هنا، هو على فكره حظنا كويس قوي ان معانا باشمهندس شريف بيومي وهو رئيس مجلس اداره سلومبرجيه، طبعا دي من اكبر الشركات المتخصصه في المعدات البتروليه، فمش محتاج. الواحد يبتدي بان هو يبقى المثل، فليه ما يكونش قطاع البترول هو اللي يضع المثل في الانرجي افشنسي؟ لنا عده وسائل في تنفيذ هذا. اول حاجه، ودي حاجه قطعيه وافتكر ابتديتوا فيها سابقا، ان في ديازل كتير قوي، جنريتور سيتس، جنريتورز لتوليد الكهرباء كتير جدا لسه شغالين بالسولار. النهارده انت عندك غاز في الحقول، وانا عارف ان في مشروع زيرو فليرنج، ان انا ما احرقش غاز، في غاز بيتحرق في الحقول كتير. في مشروع زي ما حضرتك عارفه ان زيرو فلانج، عايزين نمنع حرق الغاز. طب اخد الغاز ده طبعا ادرس اقتصادياته الاول، استعمله للتشغيل الديزل، يبقى انا استغنى عن الديزل خالص، ما شغالش ديزل، اشغله كله كاس انجنز. دي نقطه. الحاجه الثانيه، حقول البترول ممتده بياخدوا مساحات شاسعه، المساحات الشاسعه دي كلها قابله ان احنا نستغلها للسولار بانلز وسولار انرجي. دي الحاجة دي يعني دي اي بي سي. المساحات الكبيرة ابص الاقي ايه؟ منورين المواقع بايه؟ بس بكهرباء متولدة من جنريترز ومحطوط لها شبكة كهربائية. طب ليه؟ ده كل ده ممكن يبقى سولار لايتنج. فليه ما يكونش جزء؟ حضرتك قلت ان في فلوس، يعني الحمد لله في تمويل معقول، ولا انت عايز تشوف برضه عائد سريع للتمويل بتاعك. فالنهاردة لما تقول ان انا جزء من التمويل ده هخصصه لعدة حاجات، نمرة واحد ان انا انقل كل حاجة لجاس انجنز، افضل مش ممكن اعمل كل حاجة بس ابتدي جاس، تبقى بدل ديزل انجنز تبقى جاس انجنز، الانارة تبقى كلها سولار بانلز
دي ابسط حاجه. يبقى مش عامل اي كابلات وتوصيلات، لا سولار انجن. اكتر حاجه موجوده في الحقول، تبص تلاقي الحقول صلاح بيه زي ما الحركة عارف، ان تبص تلاقي ايه الفيلد الواحد عنده مثلا ايه 100 بامبنج يونت. البامبنج يونت دي كلها ممكن لان القدره بتاعتها كلها ما بتزيدش عن 100 120 حصان، دي كلها ممكن تشتغل بسولار انرجي. فيا ريت يكون في بحث لهذا الموضوع. وانا فاكر انا شايف ان شركه زي شلومبرجي بكفاءتها العاليه والشركه الثانيه زي اللي انا بتعامل معها اسمها ناشونال اويل ويل ان او في فاركو، نقدر ندرس الحكايه دي ونقدم لكم اقتراحات بيها. انا شايف ان احنا نضع المثل، يعني احنا ما بقول احنا لان كتير مننا قطاع البترول سعادتك، فعشان كده بقول ان احنا ممكن نضع المثل ازاي نبقى انرجي افيشنت. شكرا شكرا. عملنا 19 مشروع للفيلير ريكفري، واحنا ماضيين مع البنك الدولي لحاجه اسمها زيرو روتين فيلير باي 2030. فاحنا حاطين اكشن بلان. دراستك. نعم ايوه يا فندم. فاحنا كنت عايز اضيف حاجه. هو طبعا الاشاره لفكره الانرجي افشنسي مهمه جدا. ليه؟ لان احنا عندنا مشكله كبيره في الافشنسي ان جنرال از ا كونسبت في كل حاجه في كل حاجه. لكن اللي عايز اقوله برضو الكلام كتير على فكره النت زيرو، ان احنا عايزين بالانس وكده. طب ما نفكر ان احنا بقى نبقى بوزيتيف، بمعنى ان وير ايفن جوينج تو جرين. وجرين مش بمعنى ان احنا وجرين ذا اندستري، لكن ان احنا محتاجين يكون عندنا مساحات خضراء في المدن وفي المناطق اللي حوالينا تكافئ هذا الكم من الانبعاثات الصادر عن الانبعاثات اللي طالعه من هذا القطاع. انا يعني بشوف ان صعب جدا التخلي عن قطاع البترول بالشكل اللي حتى بيتم ترديده، رغم ان انا عندي يعني نظريات بيئيه راديكال شويه، لكن انا فاهم كويس قوي ان صعب حاجه زي كده تعمله في ترانزيشن. بس فعلا حضرتك الحاجات اللي بتقولها دي كلها ملموسه، او النماذج حتى الدكتور قالها وحضرتك بتقول نفذته منها. مش الانسان العادي في المدينه مش شاعر بده، لكن ازاي ان احنا نرسخ حتى في فكر الناس ان لا، هي الصناعات البتروليه مش ضد مصلحه البشر بالشكل بيتم ترويج ليها، لكن احنا محتاجين نشوف حاجات في الشارع بيرعاها هذا القطاع بتحسن، زي مثلا ما البنوك بتعمل الكوربريت سوشيال ريسبونسبيلتي، او بتساعد او بتدي قروض او. فليه برضو قطاع البترول ما يتوجهش بان هو يبقى سوشيالي ان انفايرمنتلي ريسبونسبل، مش بس في حته ان هو هيحط سولار بانلز او كده، لكن كمان يغير الشكل العام لقطاعات اخرى متعلقه بيه في الدوله. انا بعد اذن حضرتك هرجع للكوربريت سوشيال ريسبونسبيلتي بتاع قطاع البترول، بس اخلص الجزء بتاع الانرجي افشنسي، لان احنا عندنا لجان جديده خالص عن الكوربريت سوشيال ريسبونسبيلتي. فات الوزير بنفسه مهتم بيها وبيعمل اجتماعات في الهيئه وقابل في اعضاء يعني دائمين مسؤوليتهم الكلام دوت. وفي كل الشركات بتاعتنا في الاب ستريم بالذات في لينا نشاط يعني. باشمهندس احمد استعراض الانشطه، لانه باقي من التعقيبات هو موجود في، يعني كان الهدف ان انت تستعرض كل هذه الانشطه ترد على ما قيل من الملاحظات لانها موجوده بالفعل، سواء كان في دور المجتمع لقطاع البترول او استخدام الطاقات الجديده والمتجدده في هذا الاطار. يعني بالنسبه للطاقه الجديده والمتجدده، معظم شركات الاب ستريم حاليا في مصر بتفكر في الموضوع ده. شركه بتروبيل بتحط النهارده 15 جيجا في سينا فابورديز 15 ميجا عشان تغطي كل الطلب بتاعها في المنطقه، وممكن تدي تغذي المدينه. فموضوع الرينيوبل كمان احنا بدانا نشتغل فيه. بالنسبه لكفاءه الطاقه زي ما قلت كده، كانوا 4 شورت تيرم اوبجكتيف و3 لونج تيرم اوبجكتيف، منهم ان يبقى في سستينابيلتي لموضوعات كفاءه الطاقه. فالنهارده احنا فاينلايز الانرجي افشنسي استراتيجي بتاع قطاع البترول، مفروض انها هتعلن اليومين دول عشان برضو نعلنها في الكوب 27. عملنا يعني ريجوليشنز داخليا لينا في قطاع البترول ان كل الشركات تبقى ملتزمه ببرفورمانس معين.
اخر حاجه بنعملها عشان احنا شايفين الانرجي افشنسي، وعشان قطاع البترول عنده شركه ام دي وعندنا شركه ثانيه شركه قويه جدا في التشغيل اسمها ايبروم، عملنا ما يطلق عليه انرجي افشنسي سنتر اوف اكسلنسي. السنتر اوف اكسلنسي دوت انا يعني كان ليا الشرف ان انا زرت مره اليابان كده وشفت سنتر اوف اكسلنسي هناك في 2018، فقلت انا عايز اعمل حاجه زي كده، ومع اليابان مع الشركه بدانا نفعل الموضوع دوت. من اسبوع كده كان السوفت اوبننج بتاع سنتر اوف اكسلنس ده بين ام بي وامبرو، وحطينا الهيكل وحطينا الفيجن والميشن والاكتيفيتيز اللي المفروض السنتر ده يعملها، والتارجت بتاع السنتر ده مش قطاع بترول بس، لا ده كل القطاعات الصناعيه في مصر وكل افريقيا، والكلام دوت يعني اعلن وشغالين فيه ان شاء الله. بالنسبه للكوربريت سوشيال ريسبونسابيلتي، في انا رديت بسرعه بس النهارده قطاع البترول مهتم بالموضوع دوت وبذل فيه مجهود كبير، وفي لجان في الهيئه وفي القوابض بتنفذ الكلام ده على الارض. في كل شركات الاب ستريم ليها انشطه في المحيط اللي هي فيه، كان مدارس مستشفيات طرق بتتنفذ بالتعاون مع اللوكال كوميونيتيز اللي فيها الشركات. كل الشركات في الاورجنايزيشن شارت في يعني ادارات عامه للكوربريت سوشيال سي اس ار. لو في اي استفسارات انا مش عايزك تتعلق على الصور مارك. لا بس في طلب من الفلور انه ناخد 15 دقيقه بس للاكل وهنسترجع. اتفضلي يا باشمهندس اميره. السوشيال كوربريت ريسبونسابيلتي والاكتيفيتيز اللي بتتم، لكن الحقيقه اللي بينقص قطاع البترول الترانسبيرنسي، ما بيظهرش الفيزيبيليتي بتاعته قليله، كل ده ما بيظهرش الانفراشن. كل اللي شفناه ده ما بيظهرش. ده بيظهر في القاعه هنا، لكن الميديا فين؟ انا عندي اصل ده اسمه جرين واشنج يا احمد، ده جرين واشنج اللي فجاه بقى عندنا سنتر اوف اكسلنس وفجاه ما ينفعش يعني. على الاقل البوزيتيف ستيبس، يعني لما يكون عملوا انجاز في بعض المشروعات ليه لا ما يبقاش براجع بيها يعني. انا بدعم النقطه دي لان فعلا النقطه الكويسه عايزين نظهرها قبل النقطه السيئه. ليه؟ النقطه الكويسه اللي احنا عايزين نعممها دي نقولها كمثل. انا بدعم النقطه بتاعتك يعني السنتر دوت احنا مضينا حسب وصف نفسه هو المشكل في ضمن الادفانتجز لوجوده هنا، لانه اثاره كل النقاط لصالح البلد في النهايه، لانه من خلال التعرف الرؤيه الاخرى الغير منظوره للاخرين حقيقي على ارض الواقع في هذا المجال، في قطاع كفاءه الطاقه، في قطاع البترول، واحنا بنقول انه هناخده كدراسه حاله لبقيه المسارات في قطاع البترول لمحاوله انجاز ما تم انجازه، سواء كان بالتعاون الدولي مع مؤسسات دولية انفقت وشاركت فيه، او من خبرات من قطاع البترول من العاملين في الاب ستريم والداون ستريم والميد ستريم على طول السلسلة، وما تحقق من انجاز. انا يمكن بدأت باول مسار وبقصد انه في التسلسل، لان هناك رؤى وتعقيبات من قامات موجودة، احب انه استعرض الاول في تسلسل انشطة القطاع ودور الشركات اب ستريم والداون ستريم والميد ستريم، ثم انتقل الى راي الخبراء في تقييم ولاظهار الفرص والتحديات وايه اللي ممكن نخرج بيه من ده.